سلام شباب، ازيكم؟ عاملين معاكم مومن وفيديو جديد من مايتي بورتي. الجيم اللي فات او الماتش اللي فات او الفيديو اللي فات كان فيه اتنين هيرو انا كنت محتاجهم جدا. في هيرو اللي يعمل لي شيلدز للهيروز بتاعتي، فده كان لازم طبعا ابولو، هو احسن واحد يعمل لك شيلدز، بصراحه ممتاز جدا. وكنت محتاج حد يعلي لي الهيلث بتاع الور لورد لما يكون الهيلث بتاعي قل او قليل، حد يرفعه لي كده لفوق تاني ويرجعه لي مستواه تاني. ومفيش حد يقدر يعمل حاجه زي كده، او مفيش حد احسن منه في كده. هو جينيوس فيلانو مات جينيوس. اوكي، فيلا بينا نبدا كده كام ماتش بيهم ونشوف هيأثروا ازاي معانا في التشكيله بتاعتنا. اوكي يلا بينا، بسم الله ننزل ب اوكي زي ما قلنا، كباس قوه جيده، دفاع ممتاز جدا. اوكي نزل بقهرين، ممكن اقفل قهرين من اولها بدري نخلص منه. انا كده كانش يعني هيأثر معايا قوي، بس اوكي. اوكي بص، حاليا الورد بتاعي اتأثر جامد جدا. اوكي ننزل بقى ايه، ننزله في جينيوس؟ لا مش هنلحق ننزله في جينيوس، احنا ممكن ننزله كده ايه سريع كده. اوكي ماشي، نزلوا الشيز بتاعتنا لان هو ده واضح ان ايه اثر علينا جامد قوي. 117 وانا 256، هينسحب؟ لم يقرر الانسحاب. ممكن ننزل بجينيوس، هو انا كده كسبت اساسا. باي باي عز. عز ده ايه ده، نسيته ايه؟ عز ممكن يكون مصري. اوكي يلا نلعب الماتش اللي بعده. اوكي يلا بينا، الماتش اللي بعده هو عليه اول تيرن. واو بداية جامدة جدا. ايه متأثرش ده، خلي بالك سنيك ما بيتأثرش، ومشكلة ان ده وقف لنا هنا، فده ارخم من سنيك بكتير جدا. ان شاء الله نتغلب عليها. لو عمل دبل اتاك انا رحت بداية، بقول لك انا اوكي الحمد لله. ممكن ننقذ شوية ما يمكن انقاذه، ان احنا ننزل كده وننزل بمستر شاركي. اوكي جينيوس ماشي، جينيوس مقابل جينيوس. اوكي رجعنا تاني، شوف رجع الورد بتاعي تاني، فدي حاجة كويسة جدا. جينيوس ضربني ضربة جامدة جدا. اوكي ممكن نعمله سايلنس دلوقتي، مش محتاج ان انا اعمل الشيلدز بتاعتي او الدروع بتاعتي، خليه هو يلعب. اوكي محتاجين نعمل الشيلدز بتاعتي. اوكي ننزل بابولو، حلو قوي عايش. بص بقى الدرع نوعا ما كويس. طيب ننزل هنا، لا ننزل من عشان نزود الاتاك بتاعي بتاع ابولو. ابولو متدمر يا عيني. ايوه بص 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 بص، كل الشيلز دي حلوه ممتازه تنفعني، يعني ما تستقلش بيها. ممكن ننزل بجينيوس هنا بقى، حلو قوي عايش. بص الورد بتاعي راجع تاني زي ما هو 1085، ولا كانه اتاثر بحاجه، فدي كويسه جدا. اوكي حلو عايش، نقوله باي باي. لا اوكي طيب اوكي ممتاز. انا بص معايا حاجتين، بقى معايا الشيلد لكل الهيروز بتوعي، دي حاجه كويسه جدا، ابول هو اللي عملها لي. ومعايا الولورد بتاعي دمه زي ما هو، دي طبعا عملها لي جينيوس، فدي حاجه برده ممتازه. ومعايا شاركي اللي هو طبعا مورجان اللي ما بيخليش اي حد يقدر يهجم عليا، فتقريبا انا كده احس ان انا عجزته، انا كده خلاص خليته بيتمنى الموت. خلاص شكرا، باي 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 باي. هو خلاص كده هو اتحاصر من كل ناحيه، من كل حاجه غير الاتاك بتاعهم اساسا كان قوي جدا. اساسا يلا ندخل على الجيم اللي بعده. اوكي يلا بينا، بسم الله نبدا. اول حاجه كان عايز عرفنا خلاص افضل هجوم وافضل دفاع، صراحه بالنسبه لي هو افضل حاجه كل الاثنين. اوكي دومينوز وغباء دومينوز حرفيا اللي انا بكرهه في حياتي، ونفسي اللعبه تقلل شويه قوته رهيبه جدا. عايز اقول بصراحه انا ما بحبش انا العب بيه، يعني بحس ان انا لا ما دي على سكه بصراحه. عايش ايش اوكي، كانش ليه لازم انا اعمل السكيل بتاعتي، ابوظ السكيل بتاعتي، بس اوكي شلون ذاتس اوكي. انزل بابولو هنا،
عايش كويس جدا ممتاز ماشي شو انزل بجينيوس هنا عايش اوه خلاص ده اتدمر انا ما خدتش فيه خالص اوكي معلش جيم سريع كده خطافي بس معلش يعني اوكي يلا بينا خش على الماتش اللي بعده اوكي يلا بسم الله خش على ثور اوكي يا عم ثور ماشي يا عم ثور اديني اتاك ب 200 كده فحتني فيهم بس ماشي يا عم ثور عايز ما يهمكش اي حاجه اوكي فكرة انك تعتمد على ابطال الفريز اللي بيتلجوا الهيروز فدي فكرة حلوة جدا لو عرفت تستفيد بيها الصح بس انا بصراحة هنجرب مرة نعملها ان شاء الله يعني بس حلوة قوي على فكرة يعني اوكي عايش اوكي طيب عايش حلو كويس نزل كده واو ايه اللي قلبه كده واو خدش بالي من ايه ده اول ما اشوفها دي ازاي قلب كده غريبه قوي غريبه جدا انا اول ما اخد بالي منها ازاي قلب كده اوكي طيب محتاجين نزود الورد بتاعنا شويه انا حرفيا كده متدمر واو حلو عايش عايش وصلنا ل 833 طورنا الورد بتاعنا شويه في حاجه كويسه ايه بالراحه بالراحه طيب ننزل بشركه عشان ما حدش يهجم علينا تاني عشان انا زهقت من موضوع الهجوم ده اوه رجعنا تاني الورد لورد بتاعنا زي ما هو 1085 شكرا ولوردنا ماشي عايش اوكي ممكن نعمل تشينجوا حلو قوي حلو قوي كان نفسي انزل ابولو لو ما نزلش ابولو لو طيب ننزل بالشيب بتاعنا خلاص باي باي ثور باي باي ثور حلو جيم ماتش حلو جدا 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 يلا بينا ندخل على الماتش اللي بعده اوكي يلا بينا بسم الله نبدا ضد بينيتيز بينيتيز ده لعيب كوره ولا ايه مش عارف المهم كالعاده نبدا بكباس اقوى اقوم اقوى دفاع اقوى شيلد اقوى كل حاجه انت عايز تقولها يعني اي حاجه انت عايز تقولها قولها هو اقوى في كل حاجه اوكي عايش اوكي ممتاز ماشي كويس ماشي كويس برضه ممتاز بدايه يعني ده كويسه اوكي 484 هو انا 797 بدايه لحد ما كويس حلو قوي حلو قوي انا ما محتاجش اعمل اي سكيل على فكره ما عملتش اي سكيلز عندي ما عملتش اي اي مهاريات عندي فدي حاجه كويسه جدا ممكن اعمل صارت هنا باي باي اوه اسرع ماتش بينيتيز تيرن 5 حلو جدا الماتش ده يلا ندخل على الماتش اللي بعده اوكي يلا بينا بسم الله ضد واحد اسمه اي بي سي 50 ما اعرفش اي بي سي 50 دي بس اوكي ننزل بنكرو لازم مش هينفع انزل باي وحش صف اول ما فيك انت انا ممكن تضحي بكباس بقى عشان الرخمه دي هيموتوا مع بعض بص هيموتوا يريحونا هما الاثنين اوكي شو مهم يلا اوه واضح ان انت لا لاحظ انك بتيجي جامد انت بتيجي بغل كده في طور بيني وبينك يا ايه الحقيقه تاني نكرو شو بقولك ايه ده الله حلو السكن دي انت صارف عليها يا ابن اللذينة صرف عليها فلوس يلا خرب عقلك خرب عقلك طب بص عشان انا ايه الورلد بتاعي قرب ينتهي اساسا او قرب يموت ف معلش يعني عشان ايه عشان انا ايه لا 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 كبه كده لا كبه ايش ماشي ماشي شكرا شكرا لحضرتك بس خلي الفلوس تنفعك وانسحب كمان خلي الفلوس تنفعك يا جماعه مش شرط انك تشتري حاجات بفلوس في اللعبه انت ممكن تلعب عادي مش شرط الحاجات بفلوس دي هي مجرد سكنات مجرد جواهر ذهب ايا كان يعني مش شرط انك تشتري بفلوس عادي يلا بينا بسم الله او اخر ماتش ان شاء الله لو كسبنا اوكي
دي حلوة، دي حلوة، دي حلوة، بداية قوية جدا جدا، يعني مش حلوة بس بداية قوية جدا. انا حرفيا دمي وصل 400، انت متخيل؟ من تيرن 2 انا دمي وصل 400. انت جبار يالا. لا ده انت، لا ده انت ليه جبار؟ تعالى نفسك ان شاء الله. انا محتاجين حاليا بس نزود الوور لورد بتاعنا، محتاجين نزود الوور لورد بتاعنا بالجنيس. محتاجين نزود الوور لورد بتاعنا. احنا اصلا شبه كسبنا. لسه اوكي. محتاجين نعمل شيلدز للهيروز اللي معانا. اوكي زودنا الوور لورد بتاعنا كويس جدا، وعملنا شيلدز للهيروز بتاعتنا. نوعا ما احنا بالسيف سايد يعني. اوكي مش مهم، ننزل في الشيلد بتاعنا. حلو، عايش كويس 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 كويس. واو اشترى مادر اول ابن اللذينة. ايه يا جدعان ده؟ الحاجات دي جت امتى؟ انا ما حضرتش الحاجات دي يا ابن اللذينة، والله ما حضرتها. اوكي بس برضه خلي فرصة تنفعك. اوكي انا بقالي مدة متغيب عن اللعبة بس مش الدرجة دي. اوكي ممكن انا ممكن ننهي الجيم على فكرة، انا ممكن لو حطينا اي حاجة هنا ننهي الجيم، بس خلينا نلعب عليه شوية. والله العظيم ما كان قصدي، انا كنت عايز اطول تيرني كمان. ايه اللي زادت مع نفسها؟ والله ما كان قصدي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله نكمل سلسله فيديوهات مالتي فيرس بالعربي وسلسله مارفل سناب بالعربي، وفي لعبه جايه ان شاء الله بكره او بعده برضه بالعربي بنفس الريتم بتاعهم بنفس السيستم كده يعني. فاشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، اخوكم مؤمن، مع السلامه.